إذن البداية من مدينة عفرين المحتلة وتوثيق ارتكاب المزيد من الجرائم بحق من تبقى من السكان الأصليين. نشاهد التقرير التالي ونعود لنقاش التفاصيل، أرجو أن تبقوا معنا. قتل واعتقالات، تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي، انتهاكات لا يتوانى الاحتلال التركي عن ممارستها عن سابق إصرار في المناطق التي يحتلها في سوريا، بدءا من شمال شرقها وليس انتهاءا بشمال غربها. انتهاكات الاحتلال وثقتها منظمة حقوق الإنسان في عفرين، التي أكدت أن جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية تابعة لها قتلوا 4 مدنيين واختطفوا 96 آخرين خلال شهري آذار ونيسان في مدينة عفرين المحتلة وريفها. وبحسب المنظمة فإن جيش الاحتلال وفصائله الإرهابية أقدموا على قطع 600 شجرة زيتون في ناحية جنديريس، وهدموا مسجدا في ناحية شيا من أجل التنقيب عن الآثار، إضافة لتجريف مزار الشهيد أفيستا خابورا وتحويله إلى سوق لتجارة الأغنام. المنظمة أشارت إلى أن الاحتلال التركي يهدف من ممارساته هذه إلى إجبار السكان الأصليين على مغادرة ديارهم من أجل إحداث التغيير الديموغرافي في المنطقة وسط صمت الرأي العام الدولي. من جانبه صرح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو إن الاحتلال يرتكب انتهاكات بحق أهالي عفرين بشكل يومي، إضافة لإرساله المرتزقة إلى ليبيا واليمن وافتعال المشاكل في العديد من دول المنطقة. علو اعتبر أن الاحتلال يستخدم الإرهابيين التابعين له للتهرب من مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في عفرين المحتلة، مشيرا إلى أن قرى وبلدات ريف حلب الشمالية تتعرض لقصف يومي من قبل جيش الاحتلال وفصائله الإرهابية بهدف إفراغها من سكانها الأصليين. وأكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال انتهاكات الاحتلال التركي يفسح المجال أمامه لتصعيد ممارساته بحق سكان المنطقة. معنا الآن من الشهباء سليمان جعفر رئيس المجلس التشريعي في إقليم عفرين. سيد جعفر مرحبا بك، كيف تقيمون هذه المعلومات الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان في عفرين؟ سيد جعفر هل تسمعني؟ سيد جعفر يبدو بأن الاتصال غير جاهز بعد مع السيد سليمان جعفر رئيس المجلس التشريعي في إقليم عفرين. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم للتو التقرير الذي استوردنا أو نقلنا معلومات عنه بالاستناد إلى منظمة حقوق الإنسان في عفرين، والتي سنناقشها مع السيد سليمان جعفر الذي يبدو بأنه جاهز معنا الآن. مساء الخير سيد سليمان، هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا. مرحبا بك، لا أعرف إن كنت قد استمعت إلى التقرير الذي استعرضناه للتو، ما هو تقييمك للمعلومات الواردة فيه؟ نعم، يعني بداية أود أن أعقب على التقرير بكلمتين. تفضل. بأن ما ذكر في التقرير هو غيض من فيض. لا أعتقد أن مشكور جهود هذه المنظمة الحقوقية، ولكنها لم تستطع أن توثق كل ما يجري في عفرين، لأن ما يجري في عفرين يندي له جميل الإنسانية من قتل وخطف وانتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية. الاحتلال التركي ومرتزقته فعلا تجردوا من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية، لا يهمه شيء سوى قضم المزيد من البيوت والأراضي من سكانها الأصليين وطردهم قدر الإمكان من بيوتهم. نعم. منذ قرابة 20 يوم في قرية باصوفان هناك شاب حاولت الفصيل المسيطر على قرية باصوفان أن تستولي على بيته، لأن الشاب دافع عن بيته فأطلقوا عليه 3 رصاصات وهو لا زال بين الحياة والموت. إذن المرتزقة المدعومين أو المسنودين من المحتل التركي
يفعلون ما يشاء ما يشاؤون دون حسيب او رقيب ودون ان يرف جبين الانسانيه التي تراهم وهي صامته. هذا الصمت نحن هنا في الشباء نعتبره يعني شراكة مع المحتل التركي، لأن الدول التي ترى ولا تتكلم فهي لا بد أنها شريكة في هذا أو في الأعمال التي تجري في عفرين. طيب، فينا نفهم أكثر الأسباب التي سمحت بكل هذا التمادي على السكان الأصليين في عفرين؟ نعم، يعني قبل عندما كنا في عفرين وعلى مدار أكثر من 5 سنوات لم تطلق طلقة واحدة من عفرين باتجاه تركيا، ولكن العكس، كانت تركيا تتسرع أو تتحجج بأن هناك انزعاج من قبل وحدة حماية الشعب لقواتها. طبعا كان هذا كله كل زرائع تحاول تركيا استناد إلى هذه الزرائع لإخراج أو تقليل عدد السكان الأصليين في عفرين. هي تتبع نفس الأسلوب الذي اتبعته عندما احتلت لواء اسكندرون، تهجر السكان الأصليين وتستخدم المرتزقة من الإيغور والشيشان والتركمان وإلى آخره لتصل في يوم ما إلى يعني عدد أكبر أو نسبة سكان التي تستخدمها تركيا أكبر من السكان الأصليين لتقول للعالم تفضلوا إن منطقة عفرين ليست كردية إنما هي تركمانية. هذا هو السبب الرئيسي. طبعا على المدى البعيد كما قلنا قدم الشمال السوري، وبالمرحلة التي تليها قدم الشمال العراقي. طيب، هل لديكم معلومات أو تقديرات حول عدد من تبقى من سكان أصليين في عفرين وعدد المهاجرين، كون بشكل شبه يومي نتحدث عن انتهاكات في تلك المدينة؟ كما تصلنا أنباء من داخل عفرين، يعني نحن نحاول أن نتصل بأهلنا بزملائنا في عفرين، ولكن هواتفهم بشكل دائم مراقبة، لا يستطيعون إرسال حتى رسالة واتساب لنا لكي نطمئن عن أحوالهم. أضف إلى أن المحتل التركي ومرتزقته لا يسمحون بدخول أي وسيلة إعلامية إلا تلك الوسائل التي تطبل وتزمر المحتل التركي. يعني في ظل غياب الصحافة أو الإعلام المحايد، من الصعب جدا أن نصل إلى نتيجة أو إلى العدد المتبقي في عفرين. لكن ما يهمنا الآن هو أن يفهم العالم بأن المحتل التركي يعني قارب على الوصول إلى الأهداف التي رسمها، وهي تهجير عفرين أو تخفيف نسبة الكرد إلى أدنى حد. طيب، التهجير القسري وفقا للقانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة حرب ويرقى إلى جرائم ضد إنسانية، هل حاولتم التواصل مع أي جهة قانونية؟ بكل تأكيد، يعني منذ سنتين هناك عدة لجان حقوق الإنسان، عدة جهات تعمل في هذا الشأن، لكن مع الأسف أن العالم كما قلت في البداية يعني صامت، وصمته فعلا مخجل ومخزن عندما يرى هذا العالم بأن عفرين تباد، الأشجار تقطع، البشر يخطفون، النساء تعتقل، الموارد المائية حتى يعني صارت يصبونها في الأراضي التركية. أمام كل هذا الصمت، نحن فعلا يعني نلوم هذه الدول التي لا زالت صامتة، وصمتهم فعلا مريب ويدل على أنهم يعني شركاء إن صح التعبير للمحتل التركي. طيب، هناك تصريح للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين السيد بكر علو يقول إن الاحتلال التركي يستخدم الإرهابيين التابعين له للتهرب من مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في عفرين، ولكن هو من يمارس الاحتلال التقليدي، بالتالي هل تنتفي عنه المسؤولية سواء من تهجير قسري أو جملة الانتهاكات؟ نعم، يعني كما ذكر زميل بكر وأنا أؤيد كلمته وهو يتكلم الحقيقة،
يعني هؤلاء الذين يقومون ببث الرعب بين سكان عفرين بشكل دائم، يحاولون بث الرعب في حتى قلوبنا نحن هنا في الشباب، يعني من خلال قصف مناطق الشباب بشكل مستمر، من خلال قصف ناحية الشروة بشكل يومي الآن، قبل الآن بحدود 4 أو 3 ساعات تعرضت مناطق الشباب إلى أكثر من 5 قذائف مصدرها من المحتل التركي. الهدف الأساسي من هذا القصف هو ترهيب السكان المهجرين المتواجدين هنا، عسى أن يرحلوا من هنا أيضا، لأن بقاءنا هنا مرهون في صمودنا، وأن وجهتنا هي عفرين ليس إلا. طيب بصراحة، إلى متى ستبقى الجرائم ترتكب في عفرين وهي غائبة عن المشهد الإقليمي والدولي وعن الرأي العام العالمي وعن المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان برأيك؟ يعني أستطيع أن ألخص هذا السؤال بجملة واحدة، عندما تندفي مصالح الدول الكبرى مع تركيا يمكن أن تقف أو يعني يوضع حد لهذه الجرائم، لكن طالما أن هناك مصالح لروسيا وتركيا، لروسيا وأمريكا مع تركيا، فأعتقد باعتقادي الشخصي بأن هذه الجرائم ستستمر، وأن يعني أردوغان كما يقال بالعامية أخذ راحته، لأن هذه الدول الكبرى فتحت له المجال، روسيا فتحت له المجال باحتلال عفرين، أمريكا أغمضت عينها عن احتلال رأس العين وتل أبيب. إذن طالما أمريكا وروسيا صامتين، فأعتقد أن أردوغان سيستمر في ارتكاب هذه المجال. طيب بالدقيقة الأخيرة، هل أنتم متفائلون؟ هل ثمة أي مؤشرات فيما يخص إيقاف الانتهاكات، عودة المهجرين إلى عفرين، بأن هذا الملف يذهب نحو التسوية؟ هل ثمة ما أي مؤشرات نحو ذلك؟ يعني حسب الجو الذي نعيشه فيه في الشباب، يعني فعلا فقدنا يعني قسم كبير من الأمل، لكن طبعا عندما كنا نعتمد أو يعني نعول على الدول الكبرى التي لها قوات هنا في سوريا بشكل عام، لكن الآن بعد يعني أكثر من التهجير والاحتلال التركي لمناطقنا، فأعتقد أن بأننا نعول فقط على شبابنا وبناتنا في استرجاع محتل أرضنا ولو بالقوة إن تطلب الأمر. شكرا لك من الشهباء سليمان جعفر، رئيس المجلس التشريعي في إقليم عفرين. نذهب لفاصل قصير وبعد ذلك نفتح ملفنا الثاني لحديث اليوم.